بقيت خاصة لما سمعت انه القرعة تاع كأس العالم للأندية راك فتني، عندنا حديث طويل. كاين حديث على هذا، كاين حديث طويل. معليش نقول لك انه ربما الناس هادو اللي راهم يعني الأفارقة، أجل الجرينات تاعك، كنت قطعتها خرجتها. قلت لك عماد في راح تنفجر اذا قلت لك في الامر هذا اكيد انه الجزائر لازم خاصه الناس الدبلوماسيه الرياضيه راح تاخذ على عاتقها ملف اكيد راح يكون صعب، خاصه وانه افريقيا ونعرف كل ما يجري في افريقيا والاصعب اللي راهو جاي، لانه جزنا على مرحله جد صعب. سجل محرز مصطفى ماس دخل وسجل، دخل من سجل من. الحمد لله يا سيدي، حاجة تفرح. قلت لك انه اللي راهو جاي اصعب، خاصة وانه الجزائر خاصة على المستوى الافريقي، اتكلم على الجزائر يعني كسياسيين وكبلد عندها كلمتها في افريقيا، خاصة في الجامعة الافريقية. نقول لك انه دائما لو نعود الى الرياضه بحد ذاتها وبكره القدم بصفه خاصه، نقول لك انه الناس هذو اللي راهم على راس الهيئات عندهم لوبيات وعندهم مصالح ما بينهم، لهذا ربما صعب انه تزعزع هاد العرش لو ما يعني تديرش علاقات وطيده وعلاقات قويه. وحنا نعرف انه الافريقيا والافريقيين يعني يمشوا على مصالحهم واش على مصلحه كره القدم ولا لتطوير الكره الإفريقية، أكيد أنه هذا فونتينو ولا موتسيبي يمشوا إلا على مصالحهم، خاصة مصالحهم الشخصية. نقول لك أنه لو هذا فونتينو يتحرك أكيد أنه الجهة اللي ملهيه راح تحاول أنه كيفاش تزعزع العرش تاعو، لأنه الانتخابات تاع الفيفا قريبة جدا، وربما الخطأ راح يكون ربما حاسم خاصة لهذه الشخصيات الرياضية بين قوسين الفاسدة. نقول لك أنه متأكد أنه الجزائر لو يعني تأخذ بزمام الأمور خاصة السياسيين، يعني الدولة، أنا أتكلم عن الدولة، تأخذ بزمام الأمور خاصة الدولة تأخذ بعاتقها هذا الملف، أكيد متأكد راح تمشي بعيد، لأنه قل لك أنه في القضايا العادلة وفي السياسة وفي الأشياء مثل هذه دائما الجزائر تخرج منتصرة، لكن في الرياضة أنا أشوفه بلي كاين صعوبة، لأنه كاين لوبي كبير وصعب أنه زعزع هذا اللوبي هذا، لأنه يعني فيهم عندهم علاقات وعندهم مصالح لربما الجزائر راح تحاول والجزائريين راح يحاولوا كيفاش يدخلوا للهيئات الإفريقية والهيئات الكروية لكي على الأقل تكون عندنا مناصب حساسة، ربما وجب البحث عن طرق أخرى تاع القرار. أكيد يعني مناصب تاع ياخذوا فيها القرار، وهذا الشيء اللي ربما صعب بعد 2017، ما حدثنا في 2017 تحملنا على شخص جزائري، نقول جزائري ما نتكلمش على الاسم، اتكلم على الشخص الجزائري الذي كان عنده نفوذ وكان عنده علاقات، تحملنا عليه.